بسم الله الرحمن الرحيم. تلامذة السنة الرابعة متوسط أقدم لكم تمرين فيما يخص أشعته في معلم وحساب المسافات وحساب إحداثيات النقط والمركبات للأشعة. انتبهوا مليح. في معلم متعامد ومتجانس أو إي جي كما راكم تشاهدوا لدينا النقاط التالية: A.1 ترتيب ناقص 1، B.2 ترتيب 1، C.0 ترتيب 2. علم النقاط في المعلم. ثانيا، احسب المسافات AB AC BC، استنتج طبيعة المثلث ABC. ثالثا، احسب معامل توجيه المستقيمين AB و BC، استنتج AB متعامد للمستقيم BC. رابعا، عين إحداثيات النقطة H مركز الدائرة التي تحيط بالمثلث ABC. إذا انتبهوا مليح. أولا نرسم المعلم اللي نتكلم عليه ونعلم النقط ABC. إذا الفاصلة 1 والترتيبة ناقص 1، B.2 ترتيبة 1، C.0 وترتيبة 2. راكم تشوفوا لهنا. احسب مسافات AB إلى آخره. AB وشنو هي؟ هي الجذر، شو قلنا الدرس؟ هي XB ناقص XA مربع زائد إيكراك بي ناقص إيكراك أ مربع. معناه ما عليا إلي أن نعوض هذا إكس أ وإكس بي. اثنين ناقص واحد مربع زائد واحد ناقص ناقص واحد مربع. معناها أ بي هي 1 + 4. يسمى جذر 5. أسي هي كذلك 0 + 1 مربع زائد 2 ناقص ناقص 1 مربع، أي 1 + 9، معناه جذر 10. بي سي صفر ناقص 2 معناه إكس سي ناقص إكس بي زائد إيكراك سي ناقص 1 إيكراك بي مربع. هنا 4 + 1 جذر 5. استنتج طبيعة ABC كيفاه؟ لاحظ بلي AC مربع وشني هو 10. كي نديرو AB مربع زائد BC مربع هو شنهي؟ هو 5 + 5 معناه 10. إذا كما راكم تشاهدوا 10 يساوي هذا، معناه توصلنا إلى تحقيق المعادلة فيثاغورس. AC مربع يساوي AB مربع زائد BC مربع.
وهذا يكفي أن ومنه وبالتالي حسب خاصية فيثاغورس المثلث قائم في النقطة ب، وهو متساوي الساقين AB و BC. معامل توجيه عندك لي أبي لي معامل توجيه لي المستقيم أبي واحد ناقص واحد ناقص واحد على اثنين ناقص واحد معناه اثنين على واحد معناه اثنين معامل توجيه للمستقيم بي سي اثنين ناقص واحد على صفر ناقص اثنين هو واحد على اثنين. كيف نستنتج بلي هذا المستقيمين بي سي؟ لأن أ بي مضروب في أ بي سي يساوي ناقص واحد. لا راكم تشوفوا اثنين اثنين مضروب في ناقص واحد على اثنين يساوي ناقص واحد. إذن ومنه أن AB متعامد ل BC. هذه حاجة مهمة لازم نعرفها. إذا كان مستقيمين لديهما AB و بي سي معاملة توجيه، الضرب للمعامل الأول مع المعامل الثاني يساوي
وجود A B A B يساوي نقص واحد. هذه برهان ل A B متعامد ب C. رابعا إحداثيات النقطة H مركز الدائرة التي تحيط بالمثلث. المثلث ABC يقع في نصف مساحة المركز مساحة الدائرة المثلث ABC يقع في نصف مساحة الدائرة التي تعبر على عن النقاط على النقاط A B و C. إذن المستقيم AC هي قطر ونصفها هو النقطة H. إذن إحداثيات XH هي XA زائد XC على 2. واحد زائد صفر على اثنين معناه واحد على اثنين. إجراك H وإجراك A زائد إجراك C على اثنين معناه ناقص واحد زائد اثنين على اثنين معناه واحد على اثنين. إذن H الإحداثيات واحد على اثنين واحد على اثنين.
وانتهينا. والسلام عليكم ورحمة الله.